فين ايامك يا كلاتنبرج؟ كنت بتشرح لنا وبتقول لنا كل حاجه. ايه يا جماعه اللي الواحد بيسمعه ده؟ ساعات كلاتنبرج ولا كان في روح بروتوكول ولا شد خفيف ولا شد تقيل ولا احتواء ولا الكلام ده كنا بنسمعه؟ طيب زي ما قلت لحضراتكم، لو صح هذا الكلام وانا بثق في الاستاذ محمد جمال اللي كاتب هذا الموضوع فيما يخص بريرة على القاهره 24، فعشان كده اجيب الاستاذ محمد جمال اساله في هذا الامر. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ يا كابتن اسلام وحشني جدا والله. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. انت النهارده كاتب موضوع مهم جدا انفردت بيه حضرتك على القاهره 24. بص يا كابتن، بالفعل وانا بعد المباراه طبعا اكيد الكل كلم خبراء تحكيم كتير جدا، وانا عن نفسي كلمت فيها كابتن جهاد وكلمت فيها كابتن توفيق السيد وكل الناس اللي هم خبراء التحكيم، واتكلموا في اللقطات، والماتش كان مليان حالات جدليه، رغم ان انا مثلا من الناس اللي اتصلت جدا في كابتن محمود البنا، بس المباراه كان فيها حاجات جدليه كتير للاسف. فتواصلت مع مستر بريرا، انا الراجل ده يعني بعزه جدا على المستوى الشخصي، وراجل على طول متجاوب، وراجل على طول معايا بيرد وبيتكلم، ولو في حاجه بيرد عليا على طول. عشان كده انا اول ما قريت الخبر وعرفت ان الخبر ولقيت اسمك على الخبر يعني تاكدت ان الخبر صحيح. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن، والله شرف ليا. فطبعا انا يعني ما ينفعش اكيد ان انا اكتب خبر ولا اكتب تصريح خاص كمان على لسان حد وعندي في القاهره 24، مش هينفع ان انا اكتب ده ومش هيبقى موجود يعني. فكلمت الراجل على الواتساب، طبعا مساء الخير وبتاع، مش صباح الخير، انا محتاج اعرف رايك في الحاله بتاعت حسام حسن، وبعت له بصراحه الحاله نفسها. هو الراجل رد عليا رد صريح جدا، قال لي الحاله دي هو المهاجم اتشد شد خفيف، فالشد الخفيف ده هو حاول يخدع الحكم، واستغلال الشد ده في حاله في ان هو يحسب خطا يعني، او يبقى احتسب خطا، او اللي هو بالمعنى الاصح تبقى ضربه جزاء. وكمان اتكلم في الحته دي وقال ان ده كمان كان راي الكابتن محمود البنا، يعني ده معناه كمان ان هو كان كلم الكابتن محمود البنا في القرار ده، والكابتن البنا وضح له الحته دي كمان. تمام. واكد لي كمان، قال لي ده على فكره، ولذلك في الوقت في الحاله دي بالذات بيعتبر سلوك غير رياضي، والسلوك الغير رياضي بيتطلب وقتها قرار من الحكم، وان هو يحتسب ركله حره غير مباشره، ويحذر اللاعب او ان هو ياخد قرار ضده. يعني كلام واضح وصريح، ما بيتحملش اي خالص اقاويل بعد ما مستر بريرا بعت لي ده. على فكره طبعا دي كانت الحاله الابرز اللي انا كنت عاوز رد عليها كصحفي، انا عاوز الحاله الابرز، لان الحالات الثانيه من وجهه نظري الشخصيه واضحه، سواء الهدف بتاع نادي الزمالك او حتى ركله الجزاء الثانيه. بس برضو زياده التاكيد بعت للراجل، الراجل قال لا انا مش حابب اتكلم على القرارين دول، دول بيني وما بين الحكم. فبصراحه برضو قلت له سؤال واضح وصريح، قلت له هل تم ايقاف الكابتن محمود البنا؟ لان انا عندي معلومه ان هيتم راحته جولتين سواء للاهلي او الزمالك خلال الفتره الجايه، وده خبر كابتن حصري لقناه النادي الاهلي. فبعت له، الراجل رد عليا مشكورا، قال لي مش حابب ان انا يبقى في اي قرار ضد اي حكم ان انا اقوله في الاعلام، ده بيبقى شان داخلي لينا زي ما بيحصل دايما، وانت عارف ده. فطبعا انا عارف ده بشكل كويس، وكان قبل كده حصل كتير جدا مع حكام، سواء كابتن محمد عادل او حتى كابتن محمود البنا قبل كده، حمد القلاوي، امين عمر، حصل كتير جدا بيتم ايقافه. فده بالظبط. طب هل تناقشت معايا يا استاذ محمد فيما يخص ان يعني اصل انا تناقشت مع يعني انا هقول الاسماء، ولكن انا تناقشت من الصبح لغايه دلوقتي، من ساعه ما قريت الخبر اللي حضرتك كتبته لغايه دلوقتي، تناقشت مع عدد كبير من الاسماء الكبيره جوه مصر وبره مصر، الكل اجمع على ان هناك لا يوجد حاجه اسمها شد خفيف وشد غير نعم يا فندم، او شد قوي او مجرد او شد قوي. الكل اجمع، من اصغر حكم او من اكبر حكم لاصغر حكم. وبالتالي هنا من خلال المحادثه اللي بينك وبين مستر بريرا، مستر بريرا اعترف ان هناك شد لرأس حربة نادي سموحة اللي هو كابتن حسام حسن، ولكن هو هنا المشكلة بالنسبة له ان هو شد خفيف. فانا لما سألت على الشد الخفيف قالوا لي مفيش حاجة اسمها. مش بالنسبة له بس، هو بالنسبة له وكمان رأي كابتن البنا، لان هو قالها لي اصلا كده، هو رأي كابتن البنا. تمام يعني بالنسبة له وبالنسبة يعني للكابتن، يعني هو تواصل، يعني هو تواصل على طول رسمي. تمام. هو تواصل مع كابتن البنا، لان انا عارف. طيب. ان هو تواصل مع الطاقم الإدارة المباراة بتاعت امبارح. طيب انت ما تناقشتش معاه في ان مفيش حاجه اسمها شد خفيف وشد تقيل؟ لا الحقيقه لا، انت في الوقت ده يا كابتن بتبقى خلاص، انت خدت منه اللي انت عاوزه، اللي هو المعلومه اللي انت عاوز تنشرها للناس. أوكي. ده معلومه مهمه جدا. أوكي. هو اول مره في حياتي انا اسمع كلمه شد خفيف طبعا، ده انا كشخص
وعلى فكره سالت فيها عدد كبير جدا من خبراء التحكيم برضه، وكل الناس اللي يمكن ملمه بالموضوع ده وكلهم اكدوا ان طالما في تلامس وفي حصل احتكاك ما بين المدافع وبين المهاجم اثر على اللعبه ضربه جزاء يعني بشكل فوري. طيب هو مش يمكن يكون راي الراجل بيريرا وما اعرفش طبعا ما تفهمش صح او هو ما عرفش يوصله لك صح ان هو بيقول ان ده راي كابتن البنا؟ لا هو الكلام واضح وصريح لانه بعدها على طول قال لي مؤكد ان ده بوقتها بيكون سلوك غير رياضي. يعني التمثيل او استغلال شد خفيف سلوك طيب. غير رياضي ده انا ارجو منك يا استاذ محمد وانا اعلم تماما مدى مصداقيتك في هذه الامور انه تراجع الراجل لو تقدر تراجعه وتقول له هل ده رايك وراي محمود البنا ولا رايك فقط او راي كابتن البنا فقط او وتساله هل هناك حاجه اسمها شد خفيف وشد تقيل او شد خفيف وشد قوي وشد لانه انا سالت 12 حكم 12 حكم منهم حكام كبار جدا واسماء كبيره جدا عربيه قالوا لي ما فيش حاجه اسمها شد خفيف وشد مش خفيف بالضبط. الشد يعني شد الشد يعني ضرب الجزاء من معلوماتي يعني ان هو برضه في طبعا بعض من الزملاء طبعا تواصلوا مع الراجل بشكل كبير جدا بعد على طول الخبر بتاعي الصبح لان انا كنت الصبح بدري فكله اكيد تواصل معاه. الراجل طبعا اتكلم مع الناس ان هو يعني مش حابب ان هو يعلق وبتاع، ولكن على فكره علق على بعض الحالات التحكيميه لبعض الزملاء زي مثلا الجول، زي مثلا ان هو رد وقال انا ما تواصلتش مع الفار ولكن هو تواصل مع الفار. طبيعي جدا يا كابتن اسلام دلوقتي بعد ما كل الناس تنقلت خلاص ان هو راح تساله طبيعي جدا الراجل مش هيبقى حابب يوضح حاجه تاني، ولكن الراجل كان رايه واضح وصريح ان اي استغلال لشد خفيف داخل منطقه الجزاء واستغل ده عشان يحصل على خطا فهنا قرار الحكم بيكون ان هو لابد انه يتخذ قرار واضح ضد اللاعب. ده كلام رسمي منه. حتى اقول لك على حاجه كمان يمكن قالها لي، قال انا دوري مع الحكام مش بس ان انا يعني اعالج اخطاء، لا ده انا دوري ان انا كمان اشرح لهم قانون اللعبه واشرح لهم هنا بناخد قرار ازاي. ايوه يا استاذ محمد، ولكن قانون اللعبه ما بيقولش ان في ده. طبعا قرار خاطئ 100% وكلام غريب جدا من رئيس لجنه الحكام، واعتقد ان هذا الكلام يدينه بشده في ظل ان هو عايز يبرر لكابتن البنا ما حدث منه من خطا منه، على الرغم من الجميع. على فكره انا سمعت كتير جدا، كل الناس تقريبا انا سمعتها امبارح. انا برضه هقول لك على معلومه يا كابتن، هو الراجل ما لمش كابتن محمود البنا، دي معلومه مؤكده. هو ما لمش الكابتن، ده معلومه مؤكده، ما القاش اي لوم على الكابتن محمود البنا، ده معلومه مؤكده من داخل لجنه الحكام. طيب انا كده عرفنا الموضوع كاملا، واتمنى ان انت لو تواصلت مع الراجل تساله سؤال واضح، هل في حاجه اسمها شد خفيف وشد قوي؟ عايزين نفهم برضه كابتن النقطه دي بالظبط. لا مش عايزين نفهم، انا فاهمها من مستر محمد، يعني عايزين نعرف هو رايه ايه. هو رايه ايه؟ انا فاهمها و99.9 من 10 من حكام مصر، خليني اتكلم عن مصر، من حكام مصر اللي احنا اتكلمنا معاهم وكل مذيعين مصر اتكلموا معاهم اكدوا على ان هذه اللعبه هي ضربه جزاء صحيحه لنادي سموحه ولا يستحق فيها حسام حسن الكارت الاصفر الثاني وبالتالي الكارت الاحمر. انا هنا بتكلم عن هو ليه بريرا بيقول هذا الكلام؟ لماذا يبرر ما فعله كابتن البنا من اخطاء في هذه المباراه بعيدا عن الزمالك وسموحه؟ انا هنا ما بتكلمش على زمالك ولا بتكلم على سموحه، انا بتكلم عن التحكيم المصري وما يحدث من رئيس لجنه الحكام المصري. ادي القصه اللي عندي بالضبط. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ محمد جمال اللي انفرد بالخبر اللي حضراتكم سمعتوه. انا بس حبيت اوري الحضر